عمر 17 سنة، اسمه حارثة بن سراقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ كيف أصبحت يا حارثة؟ وقال حارثة عمر: أصبحت يا رسول الله مؤمنا بالله حقا. ما قال أصبحت مؤمنا بس، ولكن أصبحت مؤمنا بالله حقا. وقال عليه السلام: يا حارثة انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ لكن أجاب عن نفسه: فما حقيقة إيمانك؟ قال: نعم يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا، عزفت نفسي، يعني زهدت نفسي عن الدنيا، فاستوى عندي ذهبها وحجرها وشدتها ورخاءها، فكأني بعرش ربي بارزة، يعني أن الله كشف له الأشياء، كشف له الحقائق حتى نظر إلى الأمور الغيبية، وكأني بعرش ربي بارزة، وكأني بأهل الجنة في الجنة يتنعمون، وكأني بأهل النار في النار يعذبون. هذا هو عين اليدين أو حقيقة اليدين، أهل اليدين لحقي ولعيني وصلوا، وثم جواهر الأصداف راحوا يدين. عظم مشروب لنا فاشرب فاستر وطب بخير سلافي. هذا طريق الفاصل، طريق الوسائلات الأوقات، أخطأ طريقة من يقول بخلافي. فقال لما وصل أهل الأوقات النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حارثة عبد النور الله قلبه، عرفت فالزم. يا حارثة عرفت فالزم. لكن حارثة لم يقف بمعنى هكذا. المؤمن الصادق لا يزال يتركى، يطلب زياده، لا يستقي بما معه، كما كثير من طلاب العلم في هذا الزمان يظن قد بلغ النهايه، يستغني عن زياره المشايخ، ان ترضي عنهم، يكتفي بما يقرا من الكتب، يظن قد ختم النهايه، ختم الجنه الى حبيب الشيخ اسمين الكريمه، أخذ عن فلان وعن فلان في مكة وفي حضرموت في الحرمين في إندونيسيا حتى من الأكياهين، لا يزال يتلقى. وهكذا إذا كان الله تعالى يقول لحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، فكيف بغير رسائلنا؟ العلم لا يذهب العلم من الماء إلى اللحد. وهذا الإمام البخاري رضي الله عنه يقول: لا يكون المحدث محدثا كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. هكذا. وهذا حارثة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال مؤمن لا 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 لا, 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 لا يزال مؤمنا يكتب الزيادة، لا يسمع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وهذا حارثة ما أعطاه الله تعالى، ولكن لم يستقبل بما معه، وأراد أن يرتقي إلى مرتبة الشهادة. فقال: يا رسول الله، أريد الله تعالى أن يرزقني شهادة بشرك. نبي ما يريد أحد، رفع يديه وقال: اللهم ارزق حارثة شهادة بشركك. دعاء صوم استجاب، لأن ليس بين ربي حجاب. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى في سنة الثانية من الهجرة في رمضان، وكان حارثة ممن خرج، فاستشهد في تلك المعركة. قيل انه هو اول شهيد وقيل غيره. على كل حال ان استشهد الله تعالى، ولا تقول لمن يزل زين اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. هذه الآية نزلت في شهداء بدر. وهنا ولا تحذر الدين موسى في الاموال ولا يعمل الرزقون فرحين به اعطاهم الله تعالى فضله ان هذا في شهداء احد. فالنبي دعا له فخرج فاستشهد. فلما استشهد في تلك المعركه جاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، امراه عجوز جاءت النبي وهي تبكي، فتقول: يا رسول الله اخبرني عن ابن حارثة، اين هو؟ خافت أن يكون ابنها قاتل لغير سبيل الله، قاتل رياء أو سمعة أو عصبية، لأن يعني في الحديث يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة
والرجل يقاتل حمية الرجل عليهم يقاتل ريعا أيهم في سبيل الله وزوزا من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو سبيل الله. يا خافت أن يكون ابنك قاتل لغير الله فلهذا سألت هذا السؤال يا رسول الله إنك تعلم منزلة ابن حدث عندي فأخبرني أين هو فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت وإن كان في الأخرى لا أبكين علي ما عشت في رأينا قالت لا يرى أن الله تعالى ما أصنع إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا هذه أهي جنة واحدة إنها جنان كثيرة وإن ابنك حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى والله تعالى جاري وسلبه ما عهد الله عليه ومنهم من وضع نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديرا هذا كما قلنا لكم إلا أن أولياء الله تعالى ولم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الوصف الثاني التقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون تقوى إلى العالمين فإن إذن وحزن في الدنيا والمرجع هي غير الدارين فاستمسك بها وإذا ما تتعي وتدعي فسر التقوى بتفاسير كثيرة لكن أحسن من فسر حقيقة التقوى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال الله لا مصير للتقوى هو التقوى والخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالغير والاستعداد يوم الرحيل هذا حقيقة التقوى أن لا يرى مولاه حيث نهى ولا يفقده حيث أمره فالإيمان معنا يا إخواني لكن علينا أن نجهد أنفسنا في تقوى الله سبحانه وتعالى هو الامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن الله تعالى وعد للمتقين فوائد كثيرة أن الله تعالى وعد المتقين بالعلم لدنه وقال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وأن الله تعالى وعد المتقين بالرزق الذي لا يحتسب قال الله تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وعد المتقين باليسر وبعظيم الأجر ومن يتق الله يجعل من أمر يسر ومن يتق الله يكفر عنه سيئته ويعطي له أجره وعد المتقين بالفرقان يا الذين اتقوا الله يجعلكم فرقانا يعني نورا في قلوبكم تميزون بين الحق والباطل بين الحلال والحرام هذا كله عن الله تعالى للمتقين الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره ما هي البشرى في الحياه الدنيا؟ البشرى في هذه الدنيا ما اكرمهم الله تعالى من الكرامات التي تظهر على ايديهم الأولياء أولياء لهم الكرامات كما أنبياء لهم المعجزات لهم الكرامات الفرق بين المعجزة والكرامات أن المعجزة هذا الذي يظهر الخوارق العداء الذي يظهر على متع النبوة الرسالة الذي من الأنبياء بعد نبوته إذا كان قول النبوة يسمى إرحاصات وأما الكرامات خلق الله يظهر على يد عارف الله ويب الأولياء إلى تعالى والآن في هذا الزمان امتلأت الأرض بمن ينكر كرامة الأولياء امتلأت الأرض كأنهم لم يقروا القرآن مع أن كرامة الأولياء ثابتة بنصوص القرآنية فقد ظهر هذا كرامة أهل الكهف لبثوا في الكهف 300 سنين وزادوا ناموا هذه المدة من غير أكل ولا شرب هذه كرامة وأنا أقول لهم لو ثلاث عين لو يأتي منه أعطى الله حيبة ما استطيع ان عليه دخول عنه لو رايت منهم رعبه وكرامتك الله تعالى ايضا لعاصي بن برحيه وكاتب نبي الله سليمان وليس بنبي قال الذين عندوا علم كتاب من كتابي انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك ينقل العرب به من اليمن الى الشام في اقرب الامر الوسط وقال سيدنا مريم كلما دخل على هي ليست نبيه وانما هي الصديقيه يعني الوليه كلما دخل عليها المحراب فجعل رزقا فيما رزقنا ليك هذا قال هو يتوب من عند الله انما يزق من يشاء اذا كان هذه الكرامات للامم للاولياء ومن سابقه فالكرامه لهذه الامه اعظم واعظم كما ان نبيا افضل الانبياء وكذلك اولياء افضل من اولياء الامم السابقه فاذا سمعت ايها الانسان
كرامة لولي من الأولياء ولم يستلمها عقلك، لم يقبلها عقلك، فرد أمرها إلى قدرة الله، رد أمرها إلى قدرة الله وقل لنفسك هل قدرة الله تعالى صالح لذلك أم لا، فسلم وصدق. وسيدنا جنيد بن محمد العامر: التصديق بأمورنا ولاية صغرى. قال إمام الحداد: وسلم لأهل الله في كل مشكل لديك لديهم واضح بالأدلة. إذا لم تكن من أهل التحقق والتحقيق فتكون من أهل الإيمان والتصديق، تكون من أهل الإيمان والتصديق. وبعض العلماء شبهة يريد على نفسه ويقول: إذا كان الصحابة لم تظهر، لماذا أن الكرامات تظهر على الأولياء كثيرا ولم تظهر على أصحاب الرسول قليلا مع الصحابة أولى من الأنبياء؟ صحيح كلام أن صحابة أولى. أيوة، في ذلك أن الصحابة أشد إيمانا وأثبت قلوبا فتحتاج إلى توية. الصحابة كان أكثر إيمانا والتابعون أكثر عملا وتابعو تالي أكثر علما. قيل لبعض التابعين: هل أصحاب الإسلام كانوا يضحكون ويمزحون؟ قال: نعم يضحكون ويمزحون، ولكن الإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي، هم لا يحتاجون إلى. وأما الأولياء إنما تظهر عليهم الكرامة لأجل التقوية لمريديهم، تقوية لقلوب مريديهم، كما قيل سيدنا جنيد بن محمد: ما للمريدين في مجارات الحكاية، وقال الحكاية: جند من جنود الله يقوم الله تعالى به قلوب المريدين. والكرامة الحقيقية الحرمية إنما هي التقوى والاستقامة، الكرامة الحقيقية إنما هي التقوى والاستقامة. ويوم كما أن من شرط النبي أن يكون محبوبا كذا من شرط الولي أن يكون، من شرط النبي أن يكون معصوما كذا من شرط الولي أن يكون محبوبا. كل من على شرع اعتراض فهو مخذول مخادع، كل من على شرع اعتراض فهو مخذول مخادع. وهذا قال صاحب العقيدة: واثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه، من نفاها فانبذا فما نفاها فانبذا. والآن والبدعة يا إخواني بلوة كبيرة، البدعة بلوة كبيرة. صاحب البدعة لو أوعظته ونصحته وأعطيت له بالآيات الصريحة والحديث الصحيحة فإنه لا يلغي لها سمعه ولا يرجع عن بدعته أبدا، لأنه يعتقد نفسه على الصواب وغيره على الباطل. وقد استحكمت هذه الأشياء في رأسه فيعصر زوالها. قال حبيب علي بن محمد الحبشي رضي الله عنه: أن أهل البعدة معذبون في هذه الحياة بنور البعد عن الله، بنار البعد عن الله، معذبون في هذه الحياة بنار البعد عن الله، ولكنهم لا يعلمون. ومن يريد فتنته فلن تملك له من الله شيئا. والكلام مع هؤلاء ما ينفع، الكلام مع هؤلاء إنما يزيدهم عتوا، الكلام مع هؤلاء يزيدهم عتوا كالريح مع النار يزيدها التهابا. فهم لا يسمعون نصيحة ولا يقبلون ولا يعرفون لأهل الحق حقا، لا يعرفون. كالمريض، كالشخص المريض فإنه يؤتى له بالطعام فيقول أنه مر، وما هو بمر، إنما هو بسبب مرضه زاده مرا. ومن يقول ذا فم مريض يجد ماء الزلال مرارا، يجد مرة ماء الزلالة، كما قال الإمام موسي: قد تنكر عائشة عين ترى ضاع الشمس من رمد وينكر الهم طعم الماء من رمد.